ذكرى عيد المولد النبوي الشريف، دون أن تفوتني الفرصة بالترحيب بسيد عامل إقليم القنيطرة الذي شرفنا اليوم بحضوره الشخصي، والذي نكن له كل احترام والتقدير، والذي فتح لنا باب مكتبه منذ تعيينه، حيث حظيت الفلاحة بالإقليم باهتمام خاص من قبل سيادته السيد العام المشكور. كذلك أرحب بالسيد المدير الجهوي للفلاحة شاكرا له تعاونه الكبير وتنسيقه الدائم مع الغرفة وحضوره الفاعل والناجع إلى جانب الغرفة وإلى جانب الفلاحة والفلاحين، وأهنئه على المستوى الرفيع الذي امتاز به هذا الصباح في ضيافة الإذاعة الوطنية، ونحن فخورون أن نعمل إلى جانب رجل كفء. كذلك نهنئ الأخ والصديق سيمونيل المسؤول عن المعامل على يد المساعدة والباب المفتوح والاتصال الدائم اللي يمكن سيوقع، خاصة ما تسكن بعض الأشياء إلا الأخ منير وتنبلغوا باش يبلغ الصدام ديالنا السيليكرات على هذا العمل اللي تنآمن به، ألا وهو العمل كون كاين ثلاثي المعامل الممثلين الفلاحة، وكاين الإدارة في شخص، وكاين الحمد لله السلطة ملي تنعملوا اليد في اليد، وهذا هو النجاح الذي يعطي الفلاحة الحمد لله ذاك التقدير والاحترام. ولي كذلك الشرف بتقديم الشكر إلى السيد الكاتب العام لإقليم القنيطرة الذي قد حضر معنا نيابة عن السيد عامل إقليم القنيطرة، وسعداء أن نحمل رسالة شكر وامتنان إلى عامل إقليم القنيطرة ومن خلاله إلى كل سادة رجال السلطة والإدارة الترابية بالنفوذ الترابي للغرفة، وعلى رأسهم بالطبع السيد والي الجهة المحترم الذي نكن له كل تقدير والاحترام، والذي كلما تم الاتصال به إلا وكانت الاستجابة سريعة وناجعة، وآخرها السيد العامل الاتصال به ليلا قبل افتتاح المعرض الذي نظم بشراكة بين الغرفة والمديرية، وقد وجدنا عند سيادته التعاون والصدر الرحب والعناية والمواكبة الصادقة، ونطلب من السيد العامل أن يبلغه تشكراتنا. سيفتيت حضرات السيدات والسادة، تنعقد هذه الدورة في سياق سنة انتقالية بكل المقاييس، انتقالية لدمج غرفتين سابقتين بالرباط والقنيطرة في غرفة جهوية واحدة، وما يتبع ذلك من ترتيبات إدارية وتدبير مؤقت، إضافة إلى ما يقتضيه التدبير من وضع أسس التعاون والتشارك مع الوزارة الروسية أولا، ثم مع باقي المؤسسات المتذكرة الأخرى. ونحن منذ البداية اعتمدنا كما قلت مقاربة تشاركية وطموحة لتدبير الغرفة، وحتى نكون في مستوى تطلعات الفلاحين وفي مستوى الثقة التي وضعوها فينا، كلنا كنا دائما منفتحين على كل الآراء والأفكار والاقتراحات التي تخدم القطاع، حيث كنا دائما ندعو إلى حضور بعض الأعضاء حتى من خارج المكتب لحضور الاجتماعات لنوسع دائرة التشاور حتى مع السادة رؤساء اللجان، وإن شاء الله في المستقبل غادي تزيد توسع. كنا دائما حريصين على تحقيق التوازن بين آمال وتطوعات السادة الأعضاء وبين إكراهات ومعيقات القانون، أقول وبين إكراهات ومعيقات القانون وضعف الموارد المالية.
بالله عليكم الإخوة الأعضاء، هل تعرفون المكان التي أعطيت للغرفة ككل في دستور 2011؟ وهذا هو البيت القصيد واللي بغيتكم تسمعوا فيه. هل تعلمون أن الفصل 8 من الدستور لا يعطي للغرفة مكانتها ممثل جماعات ترابية؟ فإن دستور 2011 جعل الغرف مجرد جمعية مهنية أو نقابة تساهم فقط في الدفاع عن حقوق الفلاحين. الغرفة لا تتوفر لا على موارد مالية ولا تمتلك الآليات والأدوات للتدخل المباشر بالاستثمار الفلاحي. الغرفة مجرد هيئة لها اختصاصات استشارية وتحسيسية فقط، ولا يمكننا أن نحملها ما لا طاقة لها به، ولا يمكن أن ندبرها بمنطق الأغلبية والمعارضة، لأنها لا تعدو أن تكون سوى مؤسسة استشارية تحت وصاية وزارة الفلاحة. لكن رغم هذه الإكراهات ورغم هذه الصعوبات بدأنا الاشتغال وخضنا هذه المغامرة، لأنني شخصيا أؤمن بأنني محاط بالسادة الأعضاء وكلهم رجال واثقون من قدراتهم وكل ثقة أيضا في الطاقم الإداري الذي يعمل داخل الغرفة، وثقتي أيضا في كفاءة الموظفين على رفع التحديات. فتمكننا بحمد الله وقوته من تحقيق مجموعة من الإنجازات، أهمها الرفع من الرصيد المخصص للاستثمار في ميزانية غرفة، مما مكننا من اقتناء آلات تنقية الأحجار التي ستوزع عما قريب على الجمعيات المهنية المعنية، ثم اقتناء سهاريج لنقل المياه أي الغوطات، ثم صفقة اقتناء الأعلاف المركبة لفائدة مربي الخيول، كما تم الإعلان عن تقديم طلبات عروض والمشاريع التي ستدعمها الغرفة لفائدة الجمعيات والتعاونيات التابعة للجهة، والتي كان آخر أجل إيداع ملفات طلبات الدعم هو 21 نوفمبر 2016. وعليكم أن تعلموا أننا سنعتمد الشفافية الكاملة في توزيع كل هذه الاستثمارات دون تحيز ودون ضغط من أي جهة، كون أننا نطلب منكم كذلك تشكيل منكم لجنة تضم أعضاء المكتب والسادة رؤساء لجان وكل واحد من إقليم، باش ندوزو هاد العملية عن كل إقليم حتى نضمن أكبر قدر من الشفافية والنزاهة في الاستفادة في استفادة النفوذ الترابي للغرفة من هذه الاستثمارات. سيد العام المحترم، الإخوة الأعزاء المحترمون، السادة الأعضاء، عليكم أن تعلموا أن أبناء الفلاحين يشغلون حيزا في قلوبنا، وآخر دليل على ذلك أننا أول غرفة في تاريخ الغرف بالمغرب تنظم مخيم صيفي لفائدة أطفال الفلاحة. استفاد من هذا المخيم أزيد من 1000 طفل ولد فلاحة اللي هما تعيشوا الحمد لله في القرى، وتم تنظيم أيام دراسية ورحلات استطلاعية كما شاركتم جميعا في المعرض الدولي لمكناس، تلك المشاركة التي شرفت الجميع. حضرات السادة المحترمين، لا أعرض عليكم الحصيلة لأن الدورة المقبلة ستكون فرصة لتعميق النقاش حول الحصيلة بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية والحساب الإداري، لكن أذكر فقط بأهم الإنجازات خلال هذه السنة، وأنبه السادة الأعضاء المحترمون أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن نقطة تتعلق بمخطط برنامج عمل لأول مرة في تاريخ الغرفة الفلاحية، وهذا المخطط سيتم إعداده بإشراك الجميع، وسيكون مناسبة أمامكم لتتقدمون باقتراحاتكم وآرائكم حول مضامين المخطط والمشاريع المقترحة فيه خاصة، وأن المكتب وبعض الأعضاء ورؤساء اللجان حضروا اجتماع هذا المكتب
المكسب الذي خصص لهذا الموضوع وهذه المخططات ستشمل الجماعات سواء القروية أو الحضرية في النفوذ الترابي للغرفة، ولن نستثني أي جماعة مترفعين عن المزايدات أو التمييز. وهذا غيكون بطبيعة الحال مع نيت الأخ السريفي إن شاء الله كوميتة التعاون، وفي إطار إعداد لهذا المخطط الذي هو عبارة عن برنامج عمل، طلبت شخصيا من مكتب مستقل لتدقيق الحسابات ليقوم بعملية فحص وتدقيق لمالية الغرفة من سنة 2012 إلى الآن، وذلك بهدف الوقوف على نجاحات وإخفاقات التدبير لكي نكون مؤهلين لتجاوزها في المستقبل. نحن نؤمن بالمحاسبة الذاتية قبل أن يحاسبنا الآخرون، ونؤمن بالرؤية البعيدة المدى في التخطيط لإضفاء المزيد من الشفافية والانسجام مع قواعد الحكامة وحسن التدبير. وقبل أن أعطي الكلمة للسيد المدير الجهوي المحترم لجهة الرباط سلام قنيطرة أخريفي لتقديم العرض حول الموسم الفلاحي، أذكر الإخوة الأعزاء أن الغرفة كانت حاضرة دائما إلى جانب الفلاحين في كل الطوارئ وبطبيعة الحال في حدود الجهود وما يسمح به القانون. ختاما، الصدر رحب للعمل، ثم العمل الجماعي المبني على الاحترام والكمال لله، والكمال لله.